طفولي جديد اليوم من هنا بداخل حارات عدن الشعبية، بالتحديد من شارع السواحلي وحي السواحلي هنا، وهنا أيضا الجبال التي تطل على كريتر في قلب عدن. معنا أطفال أمورين وصغيرين بس مبدعين، نتعرف على أسمائهم. محمد علوي، محمد عبده الحسيني. ممتاز. وانت؟ أحمد خالد عبد الباقي فارع. ممتاز. وانت؟ نبيل أحمد غالب دابد شرف صمدي. صمدي. معنا الأطفال ونشوف من الأفضل منهم ذكاء وفطنة وتركيز. يلا، هنا وضاح وهنا نبيل. نبيل تسمعنا صح؟ لا والله. يقول لك يلا نشوف خمس كلمات يا وضاح لنبيل بسرعة. عدن مول. طب. حضرموت. بعيد. خليك مول. فوق. عدن مول. بسرعة كلمة ثالثة يلا. كريتر. عدن. كريتر. ما يسمعون. شجرة. سخن غيرات. باقي. جدار. ساحل. عاد بسرعة آخر كلمة. سيارة. أحمد. بسرعة. أحمد. سهلة صح؟ عيدي. طريق. طيارة. طيارة. طريق. نبيل الخاسر الأول، نشوف الآن من الخاسر الثاني. هذا فاز في جولة على هذا، باقي هذا على هذا. الآن طبعا هنا أحمد ووضاح. يلا وضاح سيعطي له بعض المقطوعات وهو يرددها. يلا. ماما جابت ليلي. ما بي جيبي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي. صح. عطوا له تحية. باقي يلا. A B C D E F G. ما يجيبي بيبي. عكس. أطفال مبدعين، وطبعا عملية تنشيط الذاكرة شوي بين أحمد ونبيل ووضاح. أعطينهم طبعا هذه الجائزة هنا من الشركة العربية اليمنية للإسمنت. طبعا كلكم فزتوا معانا، وهذا مبلغ 15,000 ريال تستاهلوا الثلاثة. أعطوا لهم تحية أقوى يستاهلوا. شباب مبدع. طيب الآن لحظة، كيف بتقسموها هذه؟ أقسم الحب بنصين، خمسة بخمسة خمسة. ممتاز. اسمع لي التحية. إيش هذه؟ أقسم الحب بنصين. إيش معناها؟ هذا حبيبي وده حبيبي. كم هذه عدمته؟ 15. كم بتنقسم عليكم كم؟ خمسة بخمسة بخمسة. طيب وإذا أنا وأنا كم لي؟ أنت كم له؟ أنت له كله. طول التحية يستاهل. وباقي لكم ايضا هديه، هذه من راعي البرنامج اسمنت العربيه واسمنت حضرت. هذه طبعا بينكم كل واحد شل حاجه، هديه رمضانيه. كل عام وانتم بخير. اعطوا لهم تحيه اقوى يستاهلوا.